اللي احنا عايشين فيها دي، ابن الدكتور بيطلع دكتور، وابن المهندس بيطلع مهندس، وابن تاجر المخدرات بيطلع تاجر مخدرات. عايز تاريخ حياة الواد ده كله يبقى عندي؟ ما كانش لازم تعمل مشاكل مع البوليس. انا عامل حساب كل حاجه. طب والظابط اللي عمره ما هيفوت اللي انت عملته؟ لو كان يقدر يعمل حاجه كان عملها. مش كفايه الخطر اللي انت عايش فيه؟ انا بديك فرصه قبل ما ارميك في السجن، ومش انت بس، انت واخواتك وعيلتك كلها. انت خايف تروح في الرجلين بسببه، بس اطمن ده هيحصل قريب قوي. تعرف الفرق اللي بيني وبينك ايه يا استاذ احمد؟ ان انت اخترت كل حاجه وانا ما قدرتش اختار اي حاجه يا اخي. لحد امتى هتفضل رابط نفسك بالراجل ده؟ مش كفايه الفلوس اللي عملتها لحد كده؟ اخر مره تتكلم معايا في الموضوع ده يا حد زي عليا. وديت المخدرات فين؟ انت لازم تتضرب لحد الحكايه دي تهدى خالص. عايز اشوف الواد الديلر ده فورا. على فكره التليفون اللي بكلمك منه ده مش هيوصلك لاي حاجه. يلا في الجراب يا حاوي. كل حاوي والجراب يا باشا.